لعلمك القبلة مش دايما محبة او تحية سلام ما بين الصحاب والاخوات. القبلة ممكن تكون اشارة بتقول انك ميت او هتموت، او بمعنى اصح هتتقتل. في عالم الجريمة بدأ احد رؤساء جماعات المافيا بصنع اشارة تهديد لخصومه واعدائه او الاشخاص اللي عليهم ديون او اتوات رافضين يسددوها. كان هنا الرد دايما بيكون بقبلة. قبلة تعرف افراد جماعة المافيا ان الشخص اللي اتباس ده صدر ضده حكم انه اصبح في تعداد الموتى. العرف ده فضل مستمر لسنة 1931 لما تزعم لاكي لاسيانو المافيا في نيويورك. لاكي السائر دايما على عادات عائلات المافيا اصدر الامر بالغاء قبلة الموت بعد ما اصبحت بتسبب ذعر شديد للمواطن العادي وذعر لرجال المافيا اللي اعتزلوا المهنة لمجرد انهم كانوا قريبين من مكان الحادث. اعمل لايك وشير عشان تضيف كل يوم معلومة جديدة لعلمك.